سيدنا عامر بن عبد قيس بيقول 4 آيات أقرأها صباح مساء، كأنه بيفكر نفسه بال4 معاني دول في رحلة طموحه وسعيه على الرزق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وما من دابة إلا على الله رزقها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فلو سامع صوت بيقول لك لو ما اشتغلتش بالطريقة دي مش هعمل حاجة، كمل زي ما انت، ولكن مع الحفاظ على، ورد على الصوت ده، مع الحفاظ على العلاقات وعلى القيم، ساعتها طموحك يبقى خير عليك وعلى اللي حواليك، ولا ينقلب أبدا لفتنة الطموح السريع.